هو فين؟ انا عارف وانت عارف اني مش هينفع اسيبك غير لما تقولي. ضيعش وقتنا يا موسى. انا عارف وانت عارف انك في كل الحياة مش هتسيبني اعيش. ما تضيعش وقتك. يعني عايزني موتك على طول كده؟ صدقني ما ينفعش. بلد بتولع يا موسى، واللي يبص عليك وانت بتحاول تنط مع الكرسي بتاعك يفتكر انك نسيت انك مشلول. ازيك يا مصر، انا جيت لكم تاني علشان اقول لكم اخبار القناع، الشخص المجهول اللي الناس بتشوفه في شوارع القاهرة، اللي عامل رعب للمجرمين والبلطجية. عارفينه طبعا، انا عارفكم بيه بقالي شهرين. دلوقتي هقول لكم اخر اخباره. قد كده انت بتخاف منه؟ انا ما بخافش من حاجة ملهاش وجود. النهاردة انا شفت القناع بنفسي لأول مرة.